نروح لهيئة الأرصاد اللي النهاردة مركز معلومات تغير المناخ كان ليه بيان حذر فيه إن بكرة الثلاث هيكون في تقلبات جوية، ارتفاع في درجات الحرارة، هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، هيكون في رياح محملة بالرمال وبالأتربة خصوصا يعني على شمال الصعيد ومعظم محافظات الصعيد، على الصحراء الغربية، على منطقة الواحات شوية جاية بدري يومين، يعني احنا بقالنا اسبوعين دايما العاصفة زي ما بنسميها كده او سوء الاحوال الجوية بتيجي يوم خميس اربع خميس بتاخد معانا للجمعة، ولكن المختلف شوية المرة دي ان هي بدأت التلات، فهنعرف مدى شدتها وهتستمر قد ايه. برحب دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه ودكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمود، دكتور فهيم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك استاذ عمرو، واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بسيادتك يا فندم. دكتور فهيم، انتوا حذرتوا من هذه الموجه من التقلبات، يعني كان تحذيركم كمركز معلومات تغير المناخ ده موجه للمزارعين يمكن بالاساس ولا للعموم؟ لا، هو موجه للمزارعين طبعا، لان يعتمد على توقعات هيئه الارصاد الجويه وهي الجهه المعنيه باصدار التوقعات، وبناء على هذه التوقعات بنرى تاثيرها ايه على التراكيب المحصوليه القائمه بمراحل النمو اللي فيها. فطبعا ممتاز، يعني سريعا، هو المراحل النمو الموجوده لمعظم التراكيب هي مراحل حساسه لهذا الشكل من التقلبات المناخيه. ممكن محاصيل تفسد يعني بسبب ارتفاع مفاجئ في درجه الحراره او رمال واتربه وما ذلك يعني. لا، خلي بالك حضرتك، احنا في فصل الربيع، احنا لسه ما دخلناش في فصل الصيف، والزراعات الموجوده الان في المرحله اللي كانت بتتوافق مع فصل الربيع اللي كان معتدل، اللي كان بعيد تماما عن هذا الشكل من التقلبات، فبالتالي يعني التراكيب المحصوليه متوافقه مع المناخ، فالدنيا كانت بتمشي كويس. اما دلوقتي الموضوع اختلف تماما طبعا، يعني اصبحت الظروف الموجوده ظروف متقلبه وبشده، فطبعا عملت بعض المشاكل والاشكاليات الموجوده. يعني ما انا بسال حضرتك، يعني ممكن بعض المحاصيل مثلا تتلف في الفتره دي قبل تمام النضج، يعني قبل جمع المحاصيل؟ لا، اقول لحضرتك حاجه، انا هدي حضرتك مثال واحد، هو محاصيل الفاكهه الصيفيه. انا بتكلم على المانجا والزيتون، وبتكلم على الموالح، البرتقال، يعني كل هذه الفاكهه في بدايه تحجيم الثمار، يعني بعد مرحله العقد يبتدي الثمار تاخد الحجم بتاعها. يعني فتره حساسه، على سبيل المثال لنقص الميه، حساسه للموجات الحاره، حساسه للرياح، حساسه للرياح المحمله بالاتربه، حساسه لفرق حراره الليل والنهار، وكل ده حصل. فبالتالي بيحصل احيانا مشاكل خاصه لبعض المزارع وبعض المناطق الهشه مناخيا، اسمها كده، المناطق اللي مش محميه، المناطق اللي مزارع. فحضراتكم بتوجهوا التحذير ده للمزارعين، خدوا بالكم عشان تظبط الري، تظبط مثلا لو في حاجات للتربه للزرع، يعني صح كده؟ طبعا في حزمه من التوصيات والارشادات تقريبا، مش لكل محصول، احيانا لكل منطقه ولكل طبيعه تربه، معدلات الري، الفتره ما بين الريات، المركبات اللي بتضاف مع ميه الري، احيانا الرش المهم، احيانا حتى التعامل مع الشجره، ان في توقيتات معينه زي لما كنت في موجه شديده الحراره، عكس الناس ما فاهمه، ان انا ما ارويش في فتره الظهيره، لان ساعتها الشجره بتتوقف تماما عن الامتصاص والسغول بتقفل، فما اجيش ادي كميه ميه كبيره اعمل مشكله اكبر على سبيل المثال يعني. فدي امور كلها بتتحط في الاعتبار، وبيصدر نشره يعني يمكن شبه يوميه في حاله لما هيئه الارصاد تتوقع مثل هذه الموجات من التقلبات، على طول لازم ننزل التوصيات بتاعتنا، وقبلها بكمان بفتره يوم يومين، على حسب شغل عظيم جدا هيئه الارصاد بتتوقع. طيب نروح لهيئه الارصاد ودكتور محمود القياتي عضو المكتب الاعلامي للهيئه. دكتور محمود، ارجوك قول لنا الموجه بتاعت بكره دي اخبارها ايه؟ واحنا زي ما كنت بقول في المقدمه، تعودنا دايما بتبقى اربع وخميس يعني كمل معانا للجمعه، لكن واضح انها جايه الثلاث، جايه بدري يعني. بالفعل استاذ عمرو، زي ما استاذ محمد فهيم بدايه قال، ان الهيئه العامه للارصاد الجويه لما بتصدر تنبؤاتها فيما يتعلق بمساله الطقس والمناخ، بتبدا طبعا كل الجهات من ضمنها الجهه اللي بتتعامل مع المحاصيل الزراعيه بتبدا تطبق ده على ما يخصها في مساله المحاصيل الزراعيه، طبعا في تعاون مثمر بيننا وبين كل الوزارات وكل الجهات. من بكره ان شاء الله بنبدا بنعلن كما زي ما اصدرنا نشراتنا وتحذيراتنا في تعرض البلاد لحاله جويه سريعه من الاضطرابات الجويه، هتستمر بكره فقط الثلاثاء ان شاء الله، بدايه من يوم الاربعاء هتبدا تعود الاجواء مره اخرى للاستقرار،
لكن بكره تحديدا بنقول اننا بنتعرض لمرور منخفض صحراوي او منخفض تمسيني مدته زي ما اشرنا يوم واحد، هيبدا يمر على الصحراء الغربيه لمصر ثم بعد ذلك الى المناطق الداخليه من الجمهوريه. تمام. تاثيره بالاساس هيكون على محافظات شمال ووسط الصعيد، وهيبدا يغادر مصر من الناحيه الشرقيه عند محافظه البحر الاحمر. كمان مع وجود المنخفض الصحراوي على الارض، في منخفض في الطبقات العليا للهواء، ده بيعمل على تشكل بعض السحب الرعديه اللي تركيزها هيكون على الجزء الشمالي من الجمهوريه حتى القاهره الكبرى. ملخصا واجمالا، بناء على ده نقدر نقول ان كل منطقه في الجمهوريه بكره هيكون تاثرها بهذه الحاله من الاضطرابات الجويه مختلف عن باقي المناطق الاخرى. لو اتكلمنا تحديدا عن منطقه شمال ووسط الصعيد المعنيه بمساله الرمال والاتربه المصهره اللي قد تصل في بعض الاحيان لحد العاصفه، متوقع ان تصل سرعات الرياح على هذه المناطق غدا ما بين 50 ل 60 كيلومتر على الساعه باثاره قويه للرمال والاتربه نتيجه هذه الرياح الجنوبيه الغربيه اللي هتؤدي لتدهور مستويات الرؤيه الافقيه على مناطق من شمال ووسط الصعيد، محافظات زي الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، كل هذه المحافظات ايضا مناطق من الصحراء الغربيه، وبينضم لها في نهايه اليوم مناطق من محافظه البحر الاحمر وخليج السويس. بالنسبة للقاهرة الكبرى طبعا نصيبها هو نشاط للرياح لكن أقل في سرعاته من نشاط الرياح اللي على مناطق وسط وشمال الصعيد، هتكون في حدود 40 ل 45 كيلومتر على الساعة بمصادر رياح أغلبها شمالية شرقية، وبالتالي من الممكن أن تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة في بعض الأحيان خاصة على الطرق الصحراوية وعلى المناطق المكشوفة. ايضا فرصه تساقط الامطار الرعديه هتكون في المقام الاول على السواحل الشماليه للجمهوريه، ممكن تمتد لبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل في بعض الاحيان لمناطق من القاهره الكبرى. كمان عندنا ارتفاع طفيف في درجات الحراره على القاهره الكبرى غدا هيصل ذروته على محافظات شمال ووسط الصعيد، يعني نقدر نقول ان شمال ووسط الصعيد هيكون تحديدا تاثير الحاله دي عليهم بكره ارتفاع كبير في درجات الحراره اللي هتوصل ل 44 درجه مع نشاط رياح قد يصل في بعض الاحيان لحد العاصفه وتدهور كبير في مستوى الرؤيه الافقيه. القاهرة الكبرى نشاط رياح أقل زي ما قلنا، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هتوصل ل 36 درجة مئوية مع فرصة لتساقط بعض الأمطار الممتدة من الجزء الشمالي من الجمهورية، في حين أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري نصيبها هيكون فقط نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة مع فرصة لتساقط الأمطار اللي ممكن تبقى رعدية حتى وإن كانت خفيفة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، وشكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم، شكرا لحضراتكم.